اليوم إن شاء الله حسوي معاكم وصفة مرة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت صحية. حنسوي chicken wrap. هذه المكونات اللي حنحتاجها: صدور دجاج، زعتر، توم بودرة، ليمون، ملح، فلفل أسود، زيت زيتون، وتورتية. وكمان حنسوي حمص عشان حنستخدمه زي الصوص في الراب. حاجة أبغى أسوي التتبيلة حقة الدجاج عبارة عن زعتر، توم بودرة، ملح، فلفل أسود، وزيت زيتون. الليمون حنستخدمه بعدين بعد ما نطبخ الدجاج. أنا ما أحب أتبل بالليمون أو بأي حوامض سواء خل أو ليمون، لأنه حيطلع كل السوائل اللي في الدجاج ويطبخ لي الطبقة الخارجية من الدجاج. أضفت زيت الزيتون ودحين حضيف هذه التتبيلة على الدجاج. بس بتأكد إن الدجاج تغطى بالزعتر كويس أو بالتتبيلة. عندي هنا مقلاية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية، بستنى بس شوية تسخن بحيث إنه لما أقرب يدي زي كده أحس بالحرارة. وبستخدم هذه المقلاية لتدخل الفرن لأني ححمر الدجاج، بعدين حدخل هذه المقلاية زي ما هي في الفرن عشان الدجاج يكمل طبخ. بضيف الدجاج. لازم تسمعوا هذا الصوت، معناته إن المقلاية حارة وكويسة. حخليها لمدة دقيقتين على كل وجه وبعدين حنكمل طبخها في الفرن. بعد ما مرت دقيقتين حقلب على الناحية الثانية وكمان أخليها لمدة دقيقتين. أنا عادة لما أطبخ الدجاج ما أدخله في الفرن، يعني عادي أخليه ينطبخ على المقلاية بهذه الطريقة بحيث أني أقلب كل دقيقتين أو كل دقيقة، وتقريبا ما ياخد 7 أو 8 دقائق. بس هذه المرة قررت أني أنا أحط الدجاج في الفرن لأنه لو طولنا وإحنا قاعدين نقلب الدجاج الزعتر حينحرق وإحنا ما نبغى هذا الشيء. أوكي، عدت دقيقتين، دحين هحط المقلاية زي ما هي في الفرن. الفرن سخنته من أول على درجة حرارة 200 درجة مئوية وحتركه ينطبخ لمدة 17 إلى 20 دقيقة. على بالي خلص الدجاج أبغى أوريكم كيف أسوي الحمص. عندي هنا حمص معلب، ليمون، طحينة، زيت زيتون، فص ثوم، بابريكا، ملح، وفلفل أسود. حطيت الفلفل الأسود وآخر شيء الطحينة. وأنتوا بتخلطوا بس افتحوا مرة أو مرتين، حاولوا أنكم أنتوا تدفوا كده الأطراف على جوا عشان نتأكد أن كل شيء تلخبط مع بعض. خرجت الدجاج من الفرن ونقلته في هذا الصحن عشان أبغى يرتاح. طبعا هذه القطعتين بما أنها أصغر طلعتها قبل هذه القطعة لأنها تحتاج وقت طبخ أقل. دحين هحط عصير الليمون. هستنى بس شوية عشان الدجاج يرتاح لأنه لو قطعناه دحين وهو حار حيفقد السوائل اللي فيه ويطلع ناشف. حبدأ أول شيء أقطع هذه القطعة لأنه من أول خرجتها فارتاحت. شوفوا كيف الدجاج من جوا لسه محتفظ بالسوائل، ما هو ناشف. حطيت الحمص ودحين بحط عليه الدجاج. وبما انها وجبة صحية فنحتاج شوية الياف فحطيت سبانخ او بيبي سبانخ. ممكن تستخدموا كمان جرجير لو حابين او خس، بس أحس السبانخ يعني عشان ما فيها نكهة مرة قوية فما حتطغى على نكهة الزعتر والنكهات الباقية في الراب.